أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، وهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك، وصلى الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الصيام والقيام، واحفظ اللسان وغض البصر برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، افرحوا بلقاء رمضان، يفرح الله بلقائكم، واشرحوا صدوركم بقدوم رمضان، يشرح الله صدوركم بالإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نرحب بشهر رمضان المبارك، ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أتاكم رمضان شهر خير وبركة، فمرحبا بك وسهلا، فمرحبا بك وأهلا يا شهر الخير والبركات، فمرحبا بك يا شهر الخير والبركات، يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا، وينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، وينظر الله فيه إلى تنافسكم في الخير ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم رحمة الله فيه. أحبتي في الله، لكل ليلة عتقاء من النار من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان احتسابا غفر له ما إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أحبتي في الله، استقبلوا هذا الشهر المبارك بتوبة نصوح، وقلوب طاهرة، ونفس زاكية نقية، والمصالحة مع المتخاصمين، ومحافظة على الصلوات في أوقاتها، وأداء وكذلك صلاة التراويح، وصلاة الأوابين، وقراءة القرآن، والإكثار من ذكر الله عز وجل، وحفظ اللسان من الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. أحبتي في الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا، وأن يعيننا على الصيام والقيام، واحفظ اللسان وغض البصر. آمين. الحمد لله رب العالمين.